إخواني وأخواتي في كل الوطن العربي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من مصر بلاد الطب والأطباء وقبلة الشفاء في كل الوطن العربي. موعدنا المعتاد كل يوم جمعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة، علشان نتكلم عن أسرار الألم. بنتكلم إزاي بنقدر نعالج آلام الغضروف بدون جراحة، إزاي بنقدر نعالج آلام التهاب عرق النسا، آلام ضيق قناة النخاع الشوكي، إزاي بنقدر نعالج هذه الآلام بدون اللجوء إلى الجراحة، بنعالج ازاي آلام الناتجة عن خشونة مفصل الركبة او تآكل مفصل الركبة بدون اللجوء الى الجراحات وتغيير المفصل او المفصل الصناعي. بنتكلم عن مرض التليف العضلي او الفايبروميالجيا، المرض اللي بيصيب معظم الناس بآلام منتشرة في الجسم كلها، وصداع وألم في الرقبة وألم في الظهر واكتئاب نفسي وصعوبة في النوم وأرق دائم وألم منتشر في الجسم. ولما بتروح للدكتور بيقول لك انت عندك حالة نفسية، انت ما عندكش اي حاجة، ده بيبقى مرض الفايبروميالجيا او مرض التليف العضلي او التيبس العضلي حسب ما بنترجمه بالعربي. ده بنقدر برضو ان احنا نعالجه بدون جراحة. بنتكلم عن الام الصداع النصفي، بنتكلم عن الحزام الناري، بنتكلم عن الام المنتشرة في الجسم عموما. بنتكلم دايما ازاي، دايما طبعا بنتكلم مين المريض اللي لو كان عنده الغضروف يعمل جراحة الغضروف، مين المريض اللي مش لازم يعمل جراحة الغضروف لكن يلجأ الى الحقن. والحقن اللي احنا بنتكلم عنه او حقن جذور الاعصاب مش هو حقنة الكورتيزون سيئة السمعة. ولما بنتكلم عن التردد الحراري ما بنتكلمش عن كي الغضروف اللي هو خطر جدا ومفيش داعي ان احنا نعمله خالص، دي حاجات تانية. عايز اتكلم في الاول عن حاجات مهمة جدا. احنا بنفكركم ان هيبقى عندنا يوم، اليوم دوت هيبقى اسمه اليوم الصحي، هنعمله عندنا في المركز. اليوم دوت هيبقى فيه الناس اللي بتعاني من السمنة هيجوا من غير كشف، من غير ما يدفعوا اي حاجة، هيجوا يقيسوا الوزن بتاعهم، يقيسوا معدل الحرق بتاعهم، يقيسوا كمية الدهون اللي موجودة، علشان معاناة زيادة الوزن بتأثر على الغضروف وبتأثر على مفصل الركبة. هيجوا عندنا هياخدوا هذه الخدمة مجانا في اليوم اللي احنا هنحدده. في نفس اليوم ده هيبقى يوم صحي للركبة، هنعمل حقن الركبة بنص الثمن، حقن الكتامين في الركبة بنص الثمن. الكلام ده احنا بننوه عليه برضو من غير ما نعمل المريض اشاعات ولا حاجة. حقن الكيتامين غير مضر، يعني لو ركبتك بتوجعك وعملنا الحقن دوت هيبقى غير مكلف، وحتى لو انت ركبتك ما فيهاش مشكلة مش هتتضر، يعني ما فيهاش ضرر، مش لازم تعمل اشاعات قبليها، لان احنا بنعمل الحقن دوت بالسونار، يعني عندنا جهاز موجات صوتية. انا قبل ما بحقن بشوف الركبة من جوه هل هي مؤهلة ان هي يتعمل الحقن ولا لا، ولو فيها مشكلة طبعا مش هنعمل الحقن. ده بيبقى بنص الثمن، احنا بس متأخرين، قدامنا اسبوع او اتنين وهنعلن عن اليوم دوت، لان احنا بنتفاوض مع الشركة علشان تتكفل بالتكلفة، يعني المريض يدفع نص التكلفة فقط لا غير في حقن الركبة، وبرضه هيروح الصيدلية وهياخد العلاج بخصم، هيبقى يوم صحي للركبة وللسمنة. حقن الركبة فيه هيبقى بنص الثمن. انتوا هتتابعونا على الشاشة وهتتابعونا على في البرنامج، وهتتابعوا الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك المركز المصري لعلاج الألم، وهتكلموا العيادة والمركز عندنا باستمرار، علشان اليوم ده أول ما يتحدد يبقى أهلا وسهلا بحضراتكم تاخدوا هذه الخدمة المجانية أو الخدمة المخفضة إن شاء الله. الحاجة التانية برضو، الناس اللي هم بيكلموني من اليمن وليبيا والسعودية والدول العربية على اساس ان مصر بلد غير مستقره، وان هم خايفين يجوا، ان هم عايزين يعملوا حقن وتردد حراري وبيتالموا، لكن خايفين من الكلام اللي هو بيتقال في الاعلام. اسالوا زمايلكم واسالوا الناس اللي جم. فعلا لما انا طمنت الناس جالنا كتير مرضى من اليمن وليبيا والسودان، وكلهم اطمنوا ان مفيش اي مشكله، اي مشكله خالص في مصر، لدرجه ان احنا يعني موضوع قنبله هنا وقنبله هنا. انا قريت مره ان وانا قاعد معايا مريض يمني ان في قنبله في الشارع بتاعي يعني، فطلعنا بره ما لقيناش اي حاجه، هو مجرد بروباجندا اعلاميه. فاحنا بنطمن الناس. معانا اول اتصال تليفوني اتاخرنا عليه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا كنت تعبت من ظهري بقالي فتره كده، ايوه، ورحت كشفت. انا الدكتور عطاني ادويه لمده اسبوعين، فيها مسكن، بس المسكن ما كانش بيأثر، وكان فيها أدوية بس أنا مش حافظة الأسماء. يعني اداكي أدوية من غير ما تعملي أي إشاعة أو أي حاجة؟ لا، قبل أي حاجة قال لي على الأعراض، قلت له على الأعراض اللي عندي، وقام عطيني أدوية لالتهاب الأعصاب، كويس، وقام قايل لي تعالي لي بعد أسبوعين، بس بعد راحة تامة مع طيب. الأدوية. وخدت الأدوية، بصراحة أنا تعبت عليها زيادة وجسمي كان بيوجعني. أيوه. فرجعت له تاني فقال لي اعملي الأشعة، عملت أشعة رنين. تمام. قال لي بقى لما وديتها له قال لي انت عندك الرابعه والخمسه، والخمسه الاولى مش عارفه دي،
ايوه مظبوط. ماشي. وبعدين وبعدين عملتها، فقال لي ما ادانيش ادويه، قال لي بقى فش المسكنات، حشل المسكنات بس من الروشته، واداني ادويه لالتهاب العصب. كويس. قال لي لما تتعبي تاخدي الادويه دي. بس انا دلوقتي الوجع اللي في ظهري ما بيروحش خالص، وجاي دلوقتي بحرقان، الحرقان في بحرقان ظهرك ولا تحت، بينزل على رجليك الحرقان؟ الحرقان ما بينزل على الفخذه اللي هي الشمال. طيب بص، هي الغلطة هنا ان هو اداكي علاج التهاب الاعصاب وقال لك تاخديه عند اللزوم. علاج التهاب الاعصاب مش مسكن، ما ينفعش يتاخد عند اللزوم. علاج التهاب الاعصاب لازم تاخديه باستمرار لمدة شهر، تمام؟ لغايه ما باستمرار سواء في وجع او ما فيش وجع، ده مش مسكن. فلما حضرتك بتاخدي علاج التهاب الاعصاب لمدة شهر، لو ما ارتحتيش بعد العلاج دوت، تمام، بنعمل حاجة اسمها حقن جذور الأعصاب. حقن جذور الأعصاب ده مش حقنة الكورتيزون اللي الناس بتتكلم عنها، ايوه، ما انا متابعه احنا حقنه بنقول إن الكورتيزون. الناس ما تاخدهاش. يعني احنا بنضم صوتنا طبعًا وبنقول للناس ما تاخدش حقنة الكورتيزون اللي الناس بتاخدها عمياني دي وبتريح 6 شهور وخلاص. لا، دي حاجة مضرة جدًا، لكن بنعمل حقن جذور الأعصاب، وده مش هو حقن الكورتيزون سيء السمعة. لو ما ارتحتيش بتعملي تردد حراري، لكن ما تفكريش في موضوع الجراحة طبعًا. لا أصل مش هما هتخليني، هيدوكي الأول اصل انا بقف مسكنات. على رجلي الحمد لله. اكتب كويس، انت كويس انك عارفه الحكايه دي، انك انا تقفي على متابعه اوبراتيف حضرتك اصلا صوابعك. الحمد كويس. لله، هو بس المشكله ان انا هم بيدوكي المسكن وبعد ما يجيبش نتيجه يقولوا لك شفتي بقى لازم تعملي عمليه. لا، ما تعمليش عمليه ولا حاجه، خدي علاج التهاب الاعصاب لوحده من غير مسكن لمده شهر، ما تاخديهوش عند اللزوم. هي طب الغلطه. وكعوب رجلي، كعوب رجلي كنت بحس ان هي متكسره كده، لا، كعوب رجلك ملهاش علاقه ملهاش دعوه. بالالم اللي جاي من انا فوق. الوجع اللي جاي في رجلي من تحت اللي ورا المفصل ده بيخف شويه بشويه، يعني لو ما وقفتش كتير الوجع بيروح. طيب بصي، هو ده يا اما في شوكه عظميه يا اما في زياده في اليوريك اسيد او زياده في الاملاح. فانت كل اللي هتعمليه ان انت الاول هتجيبي نعل سيليكون كده من الصيدليه، في فرشه كده طريه بتتحط في الحذاء وتستخدميها لمده شهر ولا حاجه. لو ما ارتحتيش بقى اعملي اشعه على كعب رجليكي واعملي تحليل اليوريك اسيد، طيب تمام؟ بس كده، لكن دول ما لهمش دعوه بقى بالغضروف. لكن الالم اللي في الفخذ والحرقان اللي في الظهر هم دول اللي بسبب الغضروفين اللي عندك، تمام كده؟ طب لو سمحت في سؤال تاني، انا كنت اتفضلي. وريت الاشعه للدكتور برضو، قام قايل لي، قعد يسال على، كان عندي كروماتيزم وانت صغيره، خدت الحقن طويله المفعول، فطلب مني اللي هو ايه، سرعه الترسيب والحمى الروماتيزميه الكثافه، وكده. بس دي ملهاش دعوه وقال بالغضروف. لي ده مش غضروف. لا، مش انتي عامله اشعه رنين؟ قال لي لا ده مش غضروف، لا، يعني هو دي ما قال فيهاش لي ده هزار. نقص كالسيوم في الجسم، بص، دي ما فيهاش هزار. وقال يعني لي ايه؟ بس روحي حللي الكالسيوم عشان نتأكد، طب واديكي بالراحه الحقنة بس، مثلا. بالراحه بس، قصدي ما فيهاش تهريج. يعني انت دلوقتي انتي عامله رنين عاملة رنين ومعاكي وطلعت الرابعة التقرير، والخامسة والخامسة الأولى. ومعاكي التقرير في غضروف او ما فيش غضروف، الكلام موجود في الاشعه، ما ينفعش الدكاتره تختلف عليه. يعني ما ينفعش حد يعني يختلف، يعني ما فيهاش اختلاف. ايوه، يعني فاهم ما انا قصدي ازاي؟ استغربت برضو ان هو بيقول كده، ده هو مكتوب الرابعة والخامسة. ما هو واحد فيهم بقى من اللي قال لك مش مظبوط. لكن ما فيش حاجه اسمها ده انت ما عندكيش غضروف، ده انت عندك نقص كالسيوم. لا، ما هو الاشعه مبينه. انا ما اعرفش مين اللي صادق طبعا، لكن دي ما فيهاش اختلاف. يعني ما فيش داعي الناس تشتتك او هو قال لي الدكاتره حللي يشتتوا دماغك الكالسيوم وبعدين نحدد. ولا تحلق. ما هو انت ما بتشتكيش من حاجه بسبب الكالسيوم عشان تحللي كالسيوم. يعني انت الاعراض اللي اصل عندك بيقول ملهاش لك ده دعوه تشتيت بالكالسيوم. في العمود الفقري. في ايه في العمود الفقري؟ ايه اللي في العمود الفقري بيقول لك؟ لا، بصي، ما يلا. تدخليش نفسك في متاهات. كل ايوه. شكوى وليها حاجتها. ظهرك بيوجعك وفخدك، الرنين هو اللي هيشخص. كعب رجليك بيوجعك، يبقى دوت يا اما شوكه عظميه يا اما املاح. ما تخشيش بقى في متاهات. ما انا لو عايز اعمل لك منجنيز واعمل لك كالسيوم واعمل لك الكلام ده، انا ما اعرفش طبعا مين اللي بيتكلم صح ومين اللي بيتكلم غلط. انا ما قداميش الحاله، لكن ماشي. ما مفيش تخليش مشكلة. حد يدخلك في شكرا. متاهات. يعني انت ما قلتليش حاجه من كلامك تقول ان الكالسيوم بتاعك مش مظبوط، تمام كده؟ أنا جاوبت عليكي؟ ايوه. خلاص كده يا فندم؟ طيب، يبقى إحنا كده زي ما إحنا اتكلمنا. طبعًا القصة بتاعت أنا عندي انزلاق غضروفي أعمل جراحة ولا ما أعملش جراحة، تمام؟ دي مقطوع، ده كلام ما فيهوش تهريج وما فيهوش هزار، لأنه قطعنا الشك باليقين. أنت تقدر وأنت قاعد في البيت تعرف إذا كنت هتعمل عملية ولا مش هتعمل عملية. وبقية الكلام ده بقى تقوله عند الدكتور. يعني إيه؟ يعني ممكن قبل ما أتحرك من بيتي ابقى عارف ان انا، لا، ده انا هعمل جراحه، انا ما ينفعش اروح للدكتور محمد يسري، انا لازم اعمل جراحه. او وانا بتحرك من بيتي، لا، انا مش هعمل جراحه، انا رايح للدكتور محمد يسري.
طب ازاي نعرف الحكايه دي؟ عشان ما يجيش حد من اخر الدنيا، انا بيجي لي ناس من اسوان وبيجي لي ناس من مرسى مطروح عندهم سقوط في القدم، انا اللي بقول لهم روحوا اعملوا عمليه، ما ينفعش نعمل لكم حقن ونعمل لكم تردد حراري، تمام؟ فانت قبل ما تيجي المشوار وقبل ما تكلف نفسك فلوس وقبل اي حاجه، الموضوع بسيط وسهل جدا. عايز تعرف انت عندك سقوط في القدم ولا ما عندكش سقوط في القدم، هتشب على طراطيف صوابعك حتى لو بتتألم، ما حدش يقول لي مش قادر اقف من الالم، حتى لو بتتألم بتشب على طراطيف صوابعك خطوتين وعلى كعوب رجليك خطوتين وتمشي خطوتين، خلاص انت كده كويس مش هتعمل عمليه. حتى لو ما عملتش رنين، اصل في واحد بيقول لي ايه، انا عندي سقوط في القدم، يعني باجي اشب مش قادر، خلاص مبادئ شلل، ما تشوف الرنين يا سيدي، الرنين لا يعنيني في اي شيء، ما دام ما بتعرفش تعمل كده هتروح تعمل عمليه، مش محتاج لا اشوف الرنين ولا اشوف الاشاعات ولا اشوف التحليل ولا حاجه، مش هغير رايي. لكن لو انت بتشب على ترطيب صوابعك حتى وانت موجوع، بس بتقدر تشب، برفع كعوب رجلي حتى وانا موجوع، انا اللي بقول لك اهو لا تعالى لي وما تعملش عمليه واشوف بقى اشاعاتك ونتكلم مع بعض. لكن اللي عنده سقوط في القدم مش هنتكلم مع بعض، يعني الناس بتصعب عليا، بتيجي يقول لك طب شوف الاشاعات، اقول له لا هتعمل عمليه، طب شوف التحاليل يا سيدي هتعمل عمليه. قرار عمليه او مش عمليه ده ملوش دعوه بالرنين، ده ليه دعوه بحضرتك. ما ينفعش دكتور يشوف الاشاعه ويقول للمريض انت محتاج جراحه او مش محتاج جراحه، كده الكلام غلط وكلام مش مظبوط. انا اشوف المريض اعرف، والمريض يسمعني في التلفزيون يعرف اذا كان هيعمل عمليه ولا لا، مش محتاج ان هو يجي لي العياده خالص. معانا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ دكتور محمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. حضرتك انا محمد سليمان. اهلا يا دكتور محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ طب بتكلمني على الهوا ليه؟ طب ما تكلمني في العياده. ربنا يخليك. والله انا بتكلم على الهوا حضرتك طبعا يعني انا بدل حضرتك على طول، الحمد لله انا عملت موضوع الحقن والتردد الحراري لو حضرتك تتذكر، كان الكلام ده تقريبا من سنه ونص، وكان الغضروف بتاعي كبير جدا، كان هيرنيشن على 4 5 و5 S1، والحمد لله دلوقتي انا كنت لسه عامل رنين للمتابعه يعني، فالحمد لله المسافه اللي كانت ضغط على العصب كبرت، والحمد لله العصب بقى بيمر دلوقتي بسلام. وانا بس باكد على كلام حضرتك، انا كنت فعلا وصلت لمرحله جدا من الالم، وكنت فعلا داخل على عمليه جراحيه، لكن بفضل ربنا الحمد لله ثم حضرتك ان احنا لما عملنا موضوع الحاله. طب انا برضو لازم اقول حاجه يا دكتور محمد، كانت النتائج كويسه الحمد لله، ربنا يبارك لك. انا برضو احقاقا للحق، لو يعني احنا لما بنعمل حقن وتردد حراري اللي ربنا الشافي طبعا، لكن هو الحقن او التردد قعد سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، ده بيبقى لان المريض واخد باله من نفسه، مش بسبب الدكتور. ما هو بالفعل كده يا دكتور، بالظبط كده، ده كويس. يعني امتى اللي كويس؟ على مدار سنه او سنه ونص المفروض ان انا ابقى اعمل نص المجهود. بالظبط، هو انت اللي كويس مش انا اللي كويس، انا الشغل الشغل انا بعمله للناس كلها، لكن انت بشرتني. يعني لما بيجي لي حد يقول لي ده انت عملت لي حقن وتردد حراري من 5 سنين، متشكرين يا دكتور، بقول له متشكر انت انك بتعمل لي دعايه، لكن انت اللي كويس، متشكر ليك لان انت حافظت على نفسك 5 سنين من غير اي حاجه. ربنا يخليك. هو دكتور بس سؤالي لحضرتك دلوقتي، انا دلوقتي المفترض ان انا طبعا قعدت في خلال السنتين اللي فاتت تحت امرك، تحت امرك، ما كانش في اي ممارسه للنشاط الرياضي، تمام، وكان طبعا عضلات جسمي وكده كانت كلها يعني مش موجوده تقريبا، وكان النصيحه دايما ان لازم اعمل عمليات تقويه لعضلات الظهر وعضلات الرجل الاماميه والخلفيه على اساس ان انا ابقى اسند العمود الفقري، تمام. وبالفعل انا ابتديت دلوقتي في البرنامج الرياضي، هل دلوقتي ده كده مظبوط حضرتك ولا ايه؟ بص حضرتك، السباحه مهمه جدا لانها ما بتحملش على العمود الفقري، تمام؟ يعني تمام. السباحة زي ما انت عايز وهتحرك كل عضلات جسمك، تمام. لو حضرتك عامل برنامج تأهيلي مع واحد متخصص او فاهم، ده هيبقى حاجة كويسة جدا، تمام تمام، دي هتبقى حاجة كويسة جدا. حضرتك المشي بقى بالراحة، ممكن نبتدي نمشي ولكن بالتدريج بقى، يعني امشي الاول ربع ساعة واقعد كده شهر، بعد كده امشي تلت ساعة واقعد شهر، بعد كده امشي نص ساعة، تمام، في التراك بتاع النادي او على النجيلة بجزمة كوتشي طرية. يعني هل حضرتك تمارين العقلة يا دكتور مفيدة؟ هي لا مفيدة ولا مضرة، هي كويسة ليك لكن مش هتضر العمود الفقري، يعني مسموح بيها ما فيهاش مشكلة. تمام، شكرا جزيلا يا دكتور. العافية يا فندم، احنا متشكرين على الكلام الحلو، نادرا لما مريض يشكر الدكتور، يعني احنا في مصر وفي البلاد العربية مش متعودين ان المريض يشكر الدكتور او يقول له شكرا، دايما المريض بيشتكي وبيعترض. احنا متشكرين يا دكتور محمد، دكتور محمد سليمان صديق عزيز وزميل عزيز ومش عايز يعني، وهو يعني مريض بقى صالح، لان هو
هو اللي بياخد باله من نفسه، مش موضوع الدكتور يعني. ومتشكر ان هو بيشكر الدكتور، ما احناش متعودين من الناس ان هم يقولوا شكرا للدكتور يعني. معانا اتصال تليفوني اخر. الو استاذه زينب. الو. طيب انقطع الاتصال. انا برضو في حاجه عايز انوه عنها، الناس اللي متعاقدين مع القصر العيني الفرنساوي، يعني الناس اللي ليهم شو اللي ليهم علاج مجاني في القصر العيني الفرنساوي، ممكن يشرفوني هناك في عياده الالم في الدور الثالث يوم الخميس الساعه 8 صباحا. القصر العيني الفرنساوي يوم الخميس الساعه 8 صباحا للناس اللي هم اساسا ما بيدفعوش فلوس، عشان ما حدش يدفع فلوس كتير. في ناس سمعت الكلام ده تقولي على القصر العيني فدفعوا فلوس كتير. لا، انا بتكلم على الناس اللي ما بيدفعوش فلوس، اللي الشغل بتاعهم بيعالجهم بالمجان، مش اللي عندهم تأمين صحي. وبرضه لو سمحتوا اللي يجي القصر العيني يوم الخميس يجي 8 صباحا، مش 8 ونص ومش 9 الا ربع، ومش يجي جاري يقول اصل السكه فاضيه. اللي عايز يجي 8 هيتحرك الصبح بدري من مكانه او من بيته، الشوارع بتبقى فاضيه خالص. فاللي بالعكس الناس بتيجي بدري، بتيجي 8 الا ربع، يعني هو بيتحرك من بيته بدري، ميعادنا 8 يوم الخميس في القصر العيني الفرنساوي في الدور الثالث في عياده الالم للي ما بيدفعش فلوس، مش للي جاي يدفع كشف، للي ما بيدفعش فلوس. طيب. يبقى احنا كده نوهنا عن الحاجات دي، نوهنا ان احنا عندنا اليوم الصحي، اليوم الصحي ده هيبقى فيه بدون كشف خالص، الكشف مجاني، بنفحص الركبه بالموجات الصوتيه وبنعمل حقن للركبه الكيتامين بنص الثمن بتاعها. تمام. برضو بكام وبقت بكام والكلام دوت، ممكن نكلم العيادة ونعرف التفاصيل. وتابعونا على مدار الـ 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 على المض... يعني تابعوا الحلقات بتاعتنا، في خلال يعني أسبوع أو أسبوعين هنقرر اليوم دوت. وأهلا وسهلا بيكم عشان تاخدوا الخدمة المجانية وتاخدوا الخدمة المخفضة. اللي مأخرنا بس إن احنا بنتفاوض مع شركة الأدوية عشان تتحمل جزء كبير عنكم، يعني أنا هبقى متنازل عن أتعابي، لكن شركة الأدوية هتبقى يعني عايزينهم برضو كل ما هم يدفعوا أنتوا ما تدفعوش، يعني كل ما شركة الأدوية تنجح المفاوضات معاها ونقدر يعني نقنعهم إن دي خدمة كويسة وإنها هتعمل لهم دعاية و و و و كل ما هم يدفعوا فلوس أنتوا مش هتدفعوا فلوس. وإن شاء الله ربنا يقدرنا إن احنا نوفر هذه الخدمة بنص الثمن وخدمة مجانية تماما بالنسبة لتخسيس الوزن والحاجات اللي زي كده. طيب، يبقى احنا دلوقتي عندنا السؤال المعتاد اللي احنا حتى استفتحنا بيه الحلقة بتاعتنا، مين اللي عنده انزلاق غضروفي، مين اللي يعمل جراحة ومين اللي ما يعملش. كل الناس اللي بتتفرج على التلفزيون تشب على طراطيف صوابعها وتقف على كعوب رجليها. لو انت بتعمل هذا الاختبار، ده مش تمرين على فكرة، لان في ناس بيقولوا ده تمرين بيعملوه كل يوم. لا، ده مش تمرين، انت بتعمله مرة واحدة بس. لو بتقدر تعمله حتى بالألم بتاعك يبقى أهلا وسهلا بيك، نعمل لك حقن ونعمل لك تردد حراري وما تعملش جراحة الغضروف. لكن لو أنت لسه لا تعبان، تعبان مش يعني عندك وجع، خدوا بالكم يا جماعة في العمود الفقري، تعبان مش يعني عنده وجع، ده اللي عنده تنميل وحرقان وبيصوت وبيعيط احنا بنبقى مطمنين عليه ان العصب بتاعه ما ماتش، العصب بتاعه كويس. لكن اللي عنده سقوط في القدم ده بيبقى مش حاسس برجله، ده مشلول. فطبعا هو ده اللي يروح يعمل عملية. معانا اتصال تليفوني اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ سعيد، اتفضل. دكتور حضرتك، أنا كان عندي غضروف الرابعة والخامسة. وكنت كلمت حضرتك، كنت بقف على رجلي بس كل ما أجي أمشي كعب رجلي قدام كانت بتسقط من الصبع الصغير كده. الصبع الصغير بيسقط لوحده؟ يعني لما أجي أمشي بس أقف على صبع رجلي، بس لما أجي أمشي تسقط من الصبع الصغير كده من الجنب بس. بص، أنا هقول لحضرتك حاجة برضو، فرصة عشان الناس اللي متلخبطة. اي حد متلخبط يعني بيتفرج علينا في التلفزيون ومش عارف هو انا كده عندي سقوط في القدم او ما عنديش سقوط في القدم، هو واضح ان الاتصال اتقطع. بصوا يا جماعه، الاختبار سهل جدا، ان احنا نشب على طراطيف صوابعنا ونمشي او على كعوب رجلينا ونمشي. في ناس ما بتعرفش تعمله متلخبطه، يعني ما هوش عارف، طب انا صباع رجلي الصغير هو اللي وقع، الكبير ما وقعش. دايما لينا يعني حركات كده يعني. تمام. اللي متلخبط بنعمل له رسم اعصاب وعضلات، هنعرف اذا كان محتاج عمليه ولا لا. يبقى احنا اللي مش عارف يعمل الاختبار ده ومتلخبط نعمل له رسم اعصاب وعضلات عشان ما نوجعش دماغنا والناس حد يقول صباعي الكبير هو اللي بيسقط، طب الصغير. طبعا ما فيش الكلام ده، يعني يا سقوط يا مش سقوط. لكن حد لو هنتلخبط عشان ما ناخدش قرار غلط ممكن نعمل رسم اعصاب وعضلات. معانا اتصال تليفوني. الو. 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 ايوه يا استاذ. ايوه يا دكتور. ايوه يا استاذ ياسين، اتفضل اتفضل. معاك حسين ثروة يا دكتور. اتفضل يا استاذي، اتفضل. حضرتك الدكتور محمد وتري؟
ايوه يا فندم. انا بقول لحضرتك انا كنت جيت كشفت عند حضرتك من شهر. طيب بص حضرتك، اي حد كشف عندي يا اسمعني بس عشان انا مش هفتكر، اي حد كشف عندي تابعنا. طيب كلم حضرتك يعني نكلم العياده، ممكن نقطع عليه ونكلم العياده. اي حد يا جماعه كشف في العياده تمام، عايز يستفسر عن اي حاجه يكلم السكرتيره اللي في العياده تمام، ولو هي ما عرفتش تجاوبه هتحوله بيا، لكن تكلمني على الهوا انا مش هفتكرك. يعني انا دلوقتي الاستاذ اللي بيكلمني انا ممكن افتكر شكله لو شفته طبعا في الشارع واسلم عليه، وممكن يقول لي اسمه افتكر، لكن كون ان احنا ممكن نقطع على الاستاذ حسين يعني عشان ما نكلفوش لو سمحت، لكن مش انا مش هفتكر. يعني ما ينفعش حد يقول لي ايه انا جيت العياده عندك من ان شاء الله من يومين وانت كتبت لي الدواء الفلاني وما لقيتوش وعايز اغيره، انا لا هفتكرك ولا هفتكر الدواء ولا اقدر اقول لك غيره ولا لا، ما ينفعش كده، لازم يكون الملف قدامي. فانت حضرتك السؤال اللي انت عايزه هتكلم العياده، السكرتيره هتطلع الملف، قول لها السؤال اللي انت عايزه انا هجاوبها، ولو هي مش هتعرف توصل لك الرساله هقول لها حولي لي المريض انا اكلمه بنفسي تمام. لكن تكلمني في التلفزيون الناس فاكره ان انا ممكن اتذكر، ده صعب شويه، ولو انا اتكسفت منك وقلت لك انا فاكرك طب غير الدواء كويس ممكن اضرك، يعني ممكن اضرك لاني انا فعلا مش متذكر، لازم الملف يبقى قدامي اشوف ده فلان الفلاني ده جه وكان بيشتكي من كذا وكذا. في ناس بتفكر ان هي توصل لي عن طريق التلفزيون اسرع، كويس هتوصل لي اسرع لكن مش هعرف اجاوبك، مش هفتكر، ولو انا اتكسفت منك يعني انت هتحرجني يعني هقوم قايل لك اي كلام، وانا طبعا مش هعمل كده يعني لا هتكسف ولا هحرج ولا هقول اي كلام، لكن في الاخر اللي عايز يسالني حاجه وهو كشف عندي وليه ملف في العياده يكلم السكرتيره في العياده، هي هتعرض عليا الشكوى بتاعته، ولو هي مش هتعرف توصل الشكوى انا هقول لها انا عايز اكلم المريض شخصيا. طيب الحاجة التانية، يبقى احنا دلوقتي هنقف على الاطراف الاصابع نمشي على كعوب رجلين، لو ما عرفناش هنعمل رسم اعصاب وعضلات. طيب عرفنا ان المريض ده ما يعملش جراحة يبقى هيعمل ايه؟ يبقى المريض اللي مش هيعمل جراحة ايوه انا هروح للدكتور محمد يسري عشان هتعالج الالام بتاعت الغضروف بدون جراحة. هنبتدي اول خطوة نعمل ايه؟ هناخد اتصال تليفوني ونتكلم مع بعض. الو استاذ سيد. الو استاذ سعيد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ انا كنت جاي عند حضرتك في العياده بس كنت عايز استفسر بس عن حاجه بسيطه. ما ينفعش يا فندم، لازم تكلمني في العياده والكنترول لازم ياخد باله من الحاجات اللي زي كده تمام. طيب ماشي اوكي تمام، انا لسه قايل بس حتى يعني مش عارف اعمل ايه. طيب طيب اللي بقى ما عندوش او مش هيعمل جراحه وهيبتدي يتعالج في عياده علاج الالم بدون جراحه، اول خطوه ان احنا نديله علاج التهاب الاعصاب. كويس، علاج التهاب الاعصاب ده مش مسكنات، مش كورتيزون، مش حقن فيتامين بي 12، مش مسكنات، مش كورتيزون، مش حقن فيتامين بي 12. طب ليه ما اديش مسكن؟ لان المسكن غير انه بيتعب المعده، غير انه بيجيب فشل كلوي، غير انه بيجيب قرحه في المعده، لكن بيضحك على حضرتك يخليك تقوم تمشي وانت مش المفروض تمشي، يخليك تروح تنزل السلم وانت مش المفروض تنزل السلم، فبتخلي الحاله اسوأ من الاول تمام. طب ليه ما اديش كورتيزون وليه ما اديش فيتامين بي 12؟ هناخد اتصال تليفوني وبعدين نكمل. الو ام سعد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. الو اتفضلي يا فندم، انا مع حضرتك. بقول لك يا دكتور لو سمحت، زوجي بيشتكي من وسط دماغه كده، بيجي فيها حرقان ودوخه، ايوه، ووجع كده جامد، رحنا له كذا دكتور، اللي الدكتور اداله علاج الاكتئاب خده ما عملوش حاجه، رحنا لدكتور تاني قال له الدم ما وصلش للنافوخ وعندك كسور في الشرايين، خد برضك العلاج ما عملوش حاجه، وعملنا له اشعه مقطعيه قال مش ما فيهاش حاجه، فمش عارفين اللي يعني نعمل ايه معاه او نروح فين. هو بصي حضرتك يعني انا يعني انت رحتي لحد متخصص في الاوعيه الدمويه؟ لا رحنا لدكتور مخ واعصاب. والله هو ده مش تخصصي طبعا، لو في قصور في الشرايين فانت محتاجه تروحي لدكتور شرايين وقلب، او تروحي لدكتور بطنه متخصص في شرايين المخ، فلكن ده مش هيبقى تخصصي، لكن مخ واعصاب او جراحه لا مش هيبقى فيه جراحه طبعا. فانت حضرتك ممكن تروحي لدكتور امراض اعصاب او دكتور اوعيه دمويه، واحد من الاثنين، مش مخ واعصاب. الناس بتتلخبط ما بين جراحه المخ والاعصاب والاعصاب.
الحاجه الثانيه اللي احنا كنا بنتكلم، يبقى احنا لما بندي علاج التهاب الاعصاب ما نديش مسكنات، ما نديش كورتيزون، لان الكورتيزون برضو بيضحك علينا وبيدخلنا في ضغط وسكر وميه بيضة ومشاكل كتير، وما نديش حقن فيتامين بي 12 لان كتر حقن فيتامين بي 12 بتعمل التهاب في الاعصاب. يبقى في ناس كل ما يجي لي واحد بياخد حقن يوروبايون ومش عارف ايه، عمال على بطال، تمام، عمال على بطال، هو بيقول لك ده فيتامين للاعصاب، ده حلو للاعصاب، ده لما بيزيد بيلهلب الاعصاب، ده لما انت بتاخده زياده عن اللزوم بيلهلب الاعصاب. فلو سمحتوا ممنوع المسكنات، ممنوع الكورتيزون، ممنوع الفيتامينات. لما تلاقي الدكتور كاتب لك حاجه من دول في الروشتة قول له متشكر انا مش عايز الروشتة دي، تمام، انا عايز علاج لالتهاب الاعصاب، ويا دكتور ما تكتبليش مسكن، يا دكتور ما تكتبليش كورتيزون، يا دكتور ما تكتبليش فيتامين. مش يديني فيتامين ومسكن وكورتيزون، اخد الحاجات دي اول ما بطلها الوجع يرجع، يقول له شفت بقى هتعمل عمليه. يبقى انت بقى ايه، يا اما ارميك في النار يا تعمل عمليه، يرميك في النار يا تعمل عمليه. معانا اتصال تليفوني اخر. الو الو، استاذه زينب اتفضلي. انا بنتها لو سمحت حضرتك، هي جات لك من 6 سنين. ايوه. طلب حضرتك، طلبت، هي الاول كان عندها وجع في اسفل الظهر، وحضرتك طلبت منها انها تعمل رنين. ايوه. فهي عملته وجات لحضرتك تاني واخدت، مشيت على العلاج بتاع حضرتك بس، وبقيت كويسه. طيب. دلوقتي رجعت من اسبوع بقى عندها الام في اسفل الظهر اكتر من الاول. وبقت الاول كان عندها تنميل خفيف ابتدى يقل وبعدين رجع تاني اكتر. طيب انا بس عشان صوتك، عشان ابقى انا فاهم صح، هي والدتك جات لي العياده من 6 سنين وكان عندها غضروف وعملت رنين وكل حاجه وخدت العلاج، هو للاسف الاتصال انقطع. انا بس عشان برضو، هي مريضه جات لي من 6 سنين، عملت رنين مغناطيسي طلع عندها غضروف، اديتها علاج التهاب الاعصاب خفت عليه، تمام، 6 سنين. دلوقتي هي من اسبوع الاعراض رجعت لها تاني، اي بمعنى ان في مشكله حصلت من اسبوع. طيب احنا عشان هم يبقوا عارفين، هنعمل رنين مغناطيسي جديد او اشوفها الاول، علشان لكن مش هنقدر نتعامل بالرنين القديم ومش هنقدر نتعامل بالعلاج القديم. فاحنا دلوقتي اهم حاجه يا اما اشوفها الاول، لو انا محتاج رنين مغناطيسي جديد نعمل رنين مغناطيسي، او تعمل الرنين وتجيلي، ممكن انا اشوفها الاول عشان ما تكلفش نفسها فلوس وفي الاخر مثلا تكون مش محتاجه ولا حاجه. الحاجه الثانيه، طيب لو احنا بقى خدنا علاج التهاب الاعصاب والعصب لسه ملتهب، يعني ايه؟ يعني لسه عرق النسا ملتهب، لسه في تنميل، في شكشكه، في حرقان، نعمل ايه؟ ندخل عند العصب واحنا شايفين بعينينا، مش حقنه الكورتيزون بقى اللي يلا في ظهرك انزل هتهالي وقطنه بسبيرتو ويخش بابره تخن كده في ظهر العيان، لا دي ابره مخصوص رفيعه جدا ما فيهاش اي مشاكل وقدامنا شاشه، علشان المفروض ان احنا ندخل ندي الدواء للعصب من غير ملعب في العمود الفقري، من غير ملعب في النخاع الشوكي، تمام، ودي حاجه تقنيه حديثه جدا. يبقى حقن جذور الاعصاب مش هو حقنه الكورتيزون سيئه السمعه، انا بعتبرها شتيمه لما حد يقول لي هو انت هتحقن كورتيزون، انا بعتبره شتمني، تمام. طيب فحقن جذور الاعصاب مش هو حقنه الكورتيزون سيئه السمعه، دي الخطوه الثانيه بعد ما نعمل علاج التهاب الاعصاب. طيب عملنا حقن جذور الاعصاب، امرنا لله. طبعا لازم نبقى فاهمين ان في ناس نسبه النجاح دايما في الطب، مش كل ما هعمل حاجه للمريض هيقوم يجري، صح ولا لا؟ لان ده ما يبقاش طب يعني. فاحنا دلوقتي كام مريض بيرتاح على العلاج؟ 40% من المرضى بترتاح على العلاج، يعني 100 مريض لما بيجوا عنده غضروف بياخد العلاج، لما بياخد العلاج 40 واحد بيرتاح، خلاص الحمد لله مش محتاج حقن ولا تردد حراري. طيب لو جبت 100 واحد عملت لهم حقن 70 واحد بيرتاح، يبقى 70% نسبة النجاح، 70 واحد مش محتاج لا تردد حراري ولا حاجة، وكلهم طبعا مش محتاجين عملية، احنا ما بناخدش، ما بنعالجش غير اللي مش محتاج عملية، اللي محتاج عملية بمشيه من العيادة واقول له اتفضل روح لدكتور يعمل جراحة. طيب كام واحد بقى لو ما ارتحناش على الحقن بيعمل تردد حراري؟ تردد الحراري 90%، ما شاء الله، يعني 90 مريض من كل 100، برضه في 10 ما بيرتاحوش، ودايما عينينا على ال10، وانا دايما لما المريض يحب يهرب يقول لك ايه؟ احب اتفائل، لا انا احب اعكنن بقى، يعني ايه؟ لا اعمل حسابك انك يمكن تكون من ال10، عشان ما يجيلكش احباط ويجيلك صدمه والكلام ده، ما انت لو طلعت من ال10 اللي ما ارتاحوش مش هتموت، وبرضه مش هتعمل عمليه. خد بالك انك مش هتعمل عمليه، لكن كل ما ترتاح مع الوقت الايه؟ النتيجه تيجي احسن، لكن ما قلناش ان ما فيش حاجه، فدايما انا احب المريض اقول له الوحش قبل الحلو، ما ينفعش اعمل له البحر طحينه، ليه بقى؟ لان انت كل ما بتدي، هو احنا عندنا حاجه يقول لك ايه؟ ما تقولش للمريض على المشاكل، يا اخي عشان يتفائل، اصله عشان حالته النفسيه، هي دي طريقه نصب.
انا بعتبرها طريقه نصب. ايه اللي يمنع ان انا اقول له ان انت هتعمل حقن ويمكن ما يجيبش نتيجه، لكن لما اقول له هيجيب نتيجه يمكن يروح يبيع بيته عشان يعمل حقن وتردد حراري، يروح يستلف عشان يعمل حقن وتردد حراري، ما انا مستفيد ماديا. فما ينفعش ان انا اخدع المريض واقول له الحلو وما اقولوش الوحش، لان في شبهه شرعيه ان انا سرقته. تمام، لان في شبهه شرعيه ان انا سرقته. احنا مبتدئين من 30 دقيقه، باقي لنا 10 دقائق. تمام، فاحنا دلوقتي الكلام لازم نقول ان احنا لازم بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الحاجه الوحشه قبل الحاجه الكويسه للمريض علشان ما نخدعوش. تمام، طيب لو احنا انتقلنا انتقال تاني الى خشونه مفصل الركبه، واحنا بنفكر الناس ان اللي عنده خشونه او عنده وجع من غير خشونه او مجرد الركبه بتوجعه او حتى اي حاجه، احنا عاملين يوم مسميينه اليوم الصحي، هنعمل فيه حقن للركبه هنعمل حقن للركبه بنص ثمن حقن الكيتامين. في ماده اسمها كيتامين بتتحقن في الركبه بتعالج الالتهاب اللي موجود، دي هتبقى مناسبه جدا سواء المريض عنده حاجه او ما عندوش حاجه. يعني حتى لو انسان طبيعي حقن له ركبته عشان هي بتوجعه عشان فيها التهابات، فهو بيعالج الالتهاب مش هيضره، حتى لو هو سليم وخدها مش هتضره، مفيش منها ضرر الحمد لله. احنا بنعملها بالموجات الصوتيه في اليوم دوت او في اليوم الصحي بتاع الركبه، هنعملها بنص الثمن. هنحدد ده في خلال اسبوع كده ان شاء الله، هنقول لكم على اليوم اللي احنا هنعمل فيه الحكايه ديت. المريض هيجي هنعمل له حقن بالموجات الصوتيه، يا ريت المرضى بعديها يريحوا نفسهم اسبوعين. يعني مش هو عشان جاي يعمل حاجه بفلوس قليله يعملها وينزل يلعب كوره بقى ويتنطط ويطلع سلالم، مش هتجيب نتيجه. لازم تعمل حسابك اسبوعين هريح بعديها، اسبوعين هقعد في البيت فارد رجليا واخد العلاج اللي احنا هنديهولك ونرتاح خالص وتهدى كده عشان ربنا يكرمك والايه والعلاج يجيب نتيجه. لكن في ناس لما بياخد العلاج بفلوس قليله ولا حاجه بيهمل بقى، يقولك ما انا حقنت ركبتي يا عم، هو هي دي فلوس، بيجي يرمي الفلوس كده. تمام، ويروح بقى تقول له ارتاح، ما دفعش فلوس، ما فيش حاجه قطمت وسطه زي ما بيقولوا. تمام، فما بيروحش يرتاح وما بيروحش يعني ما بيراعيش ربنا في نفسه لما بيكون ما تكلفش فلوس كتير. فلو سمحتوا احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر عليكم، نعمل لكم خدمات مجانيه، نعمل لكم خدمات بنص ثمنها، فارجوكم ما تهملوش في نفسكم وارتاحوا بعديها علشان تجيب نتيجه، علشان تجيب نتيجة. طيب بنفكر تاني الناس ان معادنا في القصر العيني الفرنساوي للناس اللي بتتعالج ببلاش، مش اللي بيجي يدفع كشف. اللي بيجي يدفع كشف لو سمحتوا ما يجيش. تمام، الناس اللي بتتعالج ببلاش تبع الشغل بتاعها في القصر العيني الفرنساوي، معادنا بيبقى العيادة بتاعتي يوم الخميس الساعة 8 صباحا في الدور الثالث عيادة علاج الألم، الساعة 8، مش 8 و5، مش 8 و10، مش 8 وربع، محدش يتأخر. ده الايه الكلام اللي احنا دي خدمه احنا بنأديها للناس، فارجوكم ما نحملش الجامد يعني علينا. الحاجه الثانيه اتكلمنا عن اليوم دوت، اتكلمنا عن طبعا الاخوه اللي هم بيكلمونا من الدول العربيه ويقولوا لنا مصر فيها انفجارات وفيها قنابل وفيها الكلام ده كلام يعني انا مش الله يسامح بقى اللي بيعمل الحاجات ديت، لكن احنا طول عمرنا احنا عمالين بنسمع زيكم، لكن ما فيش حاجه. يعني احنا بنسمع حتى ان جنب البيت في قنبله واطلع بره ما الاقيش حاجه، لكن التلفزيون بيقول. فطبعا بقيت مصر حتى بتتوهم بتفكر ان في الاماكن التانية في قنابل، لكن ما حدش صدق. مصر امنه تماما، احنا مستعدين نستقبلكم تماما، ما فيش اي مشاكل. الناس اللي بتيجي، لان احنا بيصعب علينا في ناس بتعيط وقاعده مثلا في بلادها بتعيط والمفروض يجي يعمل حقن او تردد حراري وخايف يجي احسن ينزل في المطار القنبله تفرقع. فانت اسال اي واحد قريبك، اي واحد في اليمن او في سوريا اساله، في ناس كتير بيجوا مصر حاليا هم يطمنوكوا، ما تصدقوناش احنا حتى لكن هم بيطمنوكوا. طيب بالنسبه للركبه احنا اتكلمنا، الركبه تاكل مفصل الركبه بيقول لك روح اعمل تغيير للمفصل، روح اعمل مفصل صناعي. قبل ما تعمل مفصل صناعي، هو المفصل الصناعي ليه مش عايزين نعمله؟ لان في دايما احنا عندنا مشكله بين الدكتور وبين المريض. لما انت بتروح لدكتور عندك تاكل في الركبه والدكتور يقول لك انت محتاج مفصل صناعي، يبص في عينيك كده ومنظر خارجي اضائي كده وبعدين يقول لك انت محتاج تغير المفصل، فانت بتفكر يبقى انا هغير المفصل والعب كوره واطلع السلالم واخدم في البيت، والستات بقى تقول لك وقف في المطبخ واعمل واسوي، لكن الدكتور بيقول ايه في دماغه هو؟ انا هعمل له تغيير المفصل عشان ما ياخدش مسكن بس. تخيلوا، يعني المفصل الصناعي بيتعمل عشان ما تاخدش مسكن.
مش عشان تمشي ومش عشان تطلع السلم ومش عشان تنزل. المشكله الكبيره ان الدكتور لازم يقول لك المفصل ده لو فشل الوجع هيزيد اكتر، ان المفصل الصناعي ده لازم يتغير كل 12 سنه، كل 10 سنين، كل 8 سنين، كل 15 سنه، فلازم ما اعملوش في سن صغير. سن صغير يعني ايه؟ يعني 50 60 سنه ده صغير، يعني 50 60 سنه ده صغير، يعني نعمل تغيير المفصل من 70 وانت طالع، عشان ربنا يدينا العمر ما نقعدش نعمل عمليه المفصل ونغيره كل شويه. تمام. الحاجه الثانيه ان تغيير المفصل لو للاسف ما جابش نتيجه الالم بيبقى زياده قوي، بيجي لنا ناس كتير في العياده. طب نعمل ايه؟ اول حاجه المريض يفهم، اول حاجه المريض يفهم ان المفصل ده مش لازم تحمل عليه تاني. تمام. وهقولها لك في وشك، ومش هخاف على حالتك النفسيه، ومش هخاف، ونقعد نطبطب ونضحك على المريض، وخدي يا حاجه العلاج وهتبقي زي الفل، خدي يا حاجه العلاج وهتقومي تجري. الكلام ده كلام فارغ، انت مش بتراعي حالته النفسيه، انت بالعكس انت هتدمر حالته النفسيه، لانك اديته امل غير حقيقي، وهو فاكر الناس كلها بتخف على اللي انت بتديه دوت، وبعدين لما هو يفشل يقول لك يبقى انا حالتي خطر، يبقى انا عندي مصيبه. لا، خدي العلاج يا حاجه، خدي العلاج يا حاج، وتحافظ على نفسك طول عمرك. مش ناوي تحافظ على نفسك ما تجيش، خساره تجيلي وخساره تدفع كشف. لو انت من الناس اللي ما بتسمعش الكلام ما تجيش، يبقى احنا مش هنتعامل مع بعض كويس. يبقى اول حاجه ان حضرتك تاخد علاج التهاب مفصل الركبه، مفيش حاجه اسمها علاج خشونه، مفيش حاجه اسمها علاج التاكل، مفيش حاجه. الخشونه ملهاش علاج، التاكل ملوش علاج. طب انا ممكن اعيش حياتي وانا ركبتي بايظه ومن غير وجع؟ ممكن، لو بتراعي ربنا في ركبتك هتعيش زي الفل، وركبتك بايظه ومن غير ركبه كمان. تمام. فالناس فاكره انه ايه، الركبه اتاكلت ان انا هموت. لا، الركبه اتاكلت هتعيش كويس ومن غير دكتور ومن غير مسكن، لو مخك صاحي وبتحافظ على نفسك. الحاجه الثانيه، طب لو ما ارتحناش بنحقن ماده الهاليورونيك في الركبه، ماده الهاليورونيك اللي هي الماده اللزجه في الركبه. طيب لو ما ارتحناش بنعمل حاجه اسمها التردد الحراري. لازم نقول للناس ان لما بنعمل حقن المفصل والتردد الحراري 70% بيرتاحوا، نسبه النجاح 70%، مش يعني 70% من الوجع يروح، يعني 70 مريض من كل 100 مريض يرتاح 30 ما بيرتاحوش، وهبتدي بال 30 اللي ما بيرتاحوش، عشان انا ما بخدعش حد وما بضحكش على حد. تمام. ما ينفعش ان انا اخبي المعلومه، اقول للمريض ايه، هعمل لك حقن في الركبه وهعمل لك تردد حراري وان شاء الله هتبقى كويس، اصل ان شاء الله مش عارف يا حاج توكل على الله. ها 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 ها. الدكاتره بتعمل حاجات سيرك، كل ده بحجه انه مش عايز يقول للمريض المشكله، او يقول للمريض انت ممكن ما ترتاحش يا حاج، خلاص قدر الله ما شاء فعل. انما اقعد ابتسم واضحك واعمل نفسي ظريف واعمل نفسي لطيف واضحك على الراجل وادفعه الفلوس وفي الاخر يدعي عليا، كلام ده بيحصل. انا بقول لكم الكلام من المرضى، انا ما بقولش الكلام من عندي، انا بسمع كلام في العياده وناس بتدعي على الدكاتره في العياده، حاجه تشيب لو الدكاتره يسمعوا الكلام ده ما يعملوش كده تاني. لازم اقول للمشكله 70% بيرتاحوا 30 ما بيرتاحوش، انا ما اعرفش حضرتك هترتاح ولا حضرتك مش هترتاح. بنفكركم للاخر، احنا قدامنا الوقت بتاعنا مر بسرعه والحلقه بتاعتنا قربت تخلص. بنفكركم ان عندنا يوم هنحقن فيه الركب بنص الثمن، في شركه هي اللي هتتحمل المصاريف الزايده، انا هبقى متنازل عن الاتعاب. هيبقى عندنا اليوم برضو للناس اللي وزنها زياده اللي لازم يخسوا علشان في غضروف في الظهر او في مشكله في مفصل الركبه، طبعا لازم يكون دافع. اي حد وزنه زياده ما بيخسش الا لما بيكون في دافع، لكن ممكن يجي يشوف الوزن بتاعه، يشوف الوزن بتاعه مجانا بدون اي كشف، حتى الركبه من غير كشف. قبل ما بنحقن الركبه بنعمل لها موجات صوتيه، شعب الموجات الصوتيه، عشان نطمن هي مؤهله للحقن ولا لا. بنفكركم الناس اللي ليها علاج مجاني في القصر العيني الفرنساوي يوم الخميس 8 صباحا، مش 8 و5 ولا 8 و10 ان شاء الله، في الدور الثالث في عياده علاج الالم. بنفكركم ان الغضروف بيتفتفت وبيخف، الغضروف مع الوقت لما بسيبه من غير دكاتره بيتفتفت وبيخف. احنا بنعمل حقن وبنعمل تردد حراري عشان نعالج العصب لغايه لما الغضروف يتفتفت. مر الوقت بينا بسرعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والى موعدنا القادم الجمعه القادمه 4:30 عصرا بتوقيت القاهره ان احيانا الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الام الغضروف ازاي نعالجها بدون جراحه.